نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 24 لهذا الموسم والذي أقيم على كأس المقفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفا في الصخير، وبحضور عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين في السباق، حيث قدم الشيخ سلمان بن راشد بن محمد الخليفة المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس المقفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة إلى المضمر الفائز ألين سميث، فيما قدم السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي للعمليات كأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة. هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.